اهلا. اهلا. وانا اللي قلت اني وحشك وعايزه تاخدي وتدي معايا في الكلام زي الحبيبه. تعرف ان في مشاكل؟ مشاكل؟ لا اعوذ بالله، احنا ما عندناش مشاكل خالص، احنا زي الفل. لا يا حبيبي، احنا لا زي الفل ولا زي النيله، احنا عندنا مشاكل ومشاكل كتير قوي، بس واضح كده انك مش واخد بالك او عامل نفسك مش واخد بالك، او بمعنى اصح اكتر مكبر دماغك. هو في يا حماتي؟ ايه اللي حصل بس؟ ما تقولش كلمه حماتي دي، خلاص ما بقتش قادره اسمعها، كرهتني فيها الله يسامحك. طب اهدي بس، قولي لي ايه اللي مضايقك؟ اللي مضايقني؟ اللي مضايقني كتير قوي، انت يا ابني مش قلت لي شهر والتاني وهتعلن جواز ليلى؟ اه هو ده بقى اللي مضايقك؟ اه طبعا هو ده اللي مضايقني. يا ابني حرام عليك، العمر خلاص ما بقاش فيه بقيه، اللي راح مش قد اللي جاي، ودي بنتي الوحيده وعايزه افرح بيها، ده انا وثقت فيك واديتك اغلى ما عندي، ريحني بقى الله يخليك ويسترك. طب انا هريحك ازاي؟ ما انا لازم استريح انا كمان. وانت هتتعب في ايه بس؟ لا انت ما تعرفيش ابويا، انا ابويا ده راجل مجنون، لو عارف اني متجوز ليلى في السر هيروح يقتلها قبل ما يقتلني. خلاص اروح لنا. تروحي له فين؟ ما ينفعش. بقول لك ايه، شغل الثلاث ورقات ده خلاص ما بقاش يخيل عليا، قسما عظما لو مش هتعلن جوازك بالبيت لا من بكره هنزل وهنزل الخبر ده في كل الجرايد والمجلات، ايه رايك بقى؟ اكدبه يا بجحتك. تاني هقولها لك تاني يا حمادي، انا يوم ما اتجوزت ليلى فهمتها ظروفي كلها، وانتي وافقتي قبليها، يعني انا ما كدبتش عليكوا في حاجه. لا كدبت وخدعتنا كمان، بدليل انك قلت هتعلن جواز البنت ولحد دلوقتي انت ما اعلنتش الجواز. اه قلت كده بصراحه، قلت كده، بس قلت على حسب ظروفي برضه. يعني بنتي تفضل متعلقه بظروفك لحد ما تحن عليها يا ابني؟ انا مش ابنك، انا لو ابنك هتخافي على مصلحتي زي ما بتخافي على مصلحه ليلى بالظبط، ولا تكونش هي اللي وزتك تقولي لي بقين دول؟ بقين؟ جوازي من ليلى هيفضل زي ما هو حماتي لحد ما اقرر انا امتى هقوله للناس. مراتي لازم تفضل جنبي تحت اي ظرف. ظروفك اللي تتحملها مراتك دي لما تبقى عيان، ولا حالتك الماديه مش قد كده، ولا فقران، ولا فيك اي حاجه، ساعتها نحطك على دماغنا من فوق. طب ما قلتيش كده ليه من الاول؟ ما كنت قلت لا وريحت نفسك. عندك حق، انت صح، كان لازم اقول لا من الاول. لكن اقول لك ايه؟ قال على راي المثل، كنت فين يا لا لما قلنا اه؟ ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. يوسف؟ ليه ما قلتش ان انت جاي؟ الله، انت فاكراني بحبك لوحدك ولا ايه؟ انا جاي لحماتي حبيبه قلبي شمس الشموسه، مش كده ولا ايه؟ والله انت كنت في بالي وكنت عايزه اكلمك، بس خفت اكلمك تكون مع باباك اعمل لك مشكله ولا حاجه. طب ايه يا حماتي؟ مش هتخش تغيري وننزل نتغدى زي ما اتفقنا؟ وفي ايه؟ انت ناوي تغيري رايك ولا ايه؟ والله العظيم ازعل. وحشتيني. كذاب بس. انا كذاب؟ والله العظيم ما بكذب. بقول لك حاجه، يا رب ماما تقول لا. مش هتقول لا. هتقول لا تراني؟ تراني؟ هراهن. ونطلع من هنا على بيتنا. لا طبعا مش هاجي معاك البيت، انا هبات مع ماما هنا، وانا كده كده اصلا خصمك مش بكلمك. انت خصمك بجد؟ ايوه. انت كدابه قوي. لا مش كدابه. انا كدابه. يعني مش هتطلع البيت؟ هو لازم يعني؟ يا حبيبتي يا بنتي، انا اللي عملت فيكي كده، انا اللي عملت فيكي كده يا دنا. حبيبتي يا بنتي.